بدي سريعا بعدها على كيفاش وقتها المهدي الجمعة كان مقرر باش يوقع في سبتمبر 2014 مؤتمر دولي للشفافية وحكومة مهدي الجمعة حكومة التكنوقراط في تلك الفترة رفضت تنظيمه. لك الكلمة سيد العيادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتي ليك سي حسين ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني احنا في بداية الثورة يعني كانت شعارات كبيرة يعني تدعو إلى تطهير وزارة الداخلية، تطهير القضاء، ثم يعني فتح الأرشيف والمرور إلى المحاسبة على أساس أن احنا تكون المحاسبة يعني تفكيك المنظومة معرفيا، ندقق في كل الملفات لأن باش نفهموا النظام هذا كيف اشتغل، ثم تقع المحاسبة. نظمنا المؤتمر في بداية 2013 في جانفي 13 معدل التصويب جانفي 2013. نعم وحضروا السي سعيد وهو كانت مناسبة لي باش جاب فكرة الصلح الجزائي. وطبعا المناخ طبعا وقتها والأجواء يعني كانت أجواء ثورية، و يعني تقدم شكون تحدث على البترول وعلى أنه ما ثماش شفافية في يعني التصرف في الملف هذايا وفي تجديد العقود وغيره. ف يعني كان ثم نوع من خلينا نقول احنا حراك لفايدة المحاسبة وكشف الأرشيف. وانتم نحب نذكر انا في البداية ان التلفزة الوطنية سي جمعون انشر حلقتين على دولة الفساد وتحدث كيف معناتها القاوة الأرشيف. نعم، ولكن بعد حلقتين اثنتين تم قطع البرنامج. و نعم، لكن قطع البرنامج وتحرك طبعا قوى المضادة للثورة مبكرا يعني فهمت. ورغم ذلك يعني المؤتمر اللي عقدناه في قصر المؤتمرات كان ناجح، ودخل فيه سي أحمد المستيري أثار موضوعها على غاية من الأهمية. قال احنا وقت فهمنا مع فرنسا في 55 حملت جميع الأرشيف، أرشيف الفترة الكولونيالية كلها، معناها الأرشيف الفترة الاستعمارية ما خلت منه شيء. قال كان موجود في مبنى اللي كان قبل سابقا محكمة الناحية تونس فهمتي، وحملته فرنسا بحيث احنا ذكرتنا يعني حرمنا منها. وثم عادة ملفات يعني حساسة وكبيرة ما كانش لنا يعني الفرصه باش نجم نطلع على الحقائق المتصله بها. اهم ملف حشاد يعني منهم ملف فرحة حشاد، منهم ملف اغتيال هادي شاكر وغيره وغيره فهمتني، لان يعني كان ثم عده ملفات. تاريخ يعني الحركه الوطنيه الحقيقه اي تم الحركه الوطنيه، ويعني فرنسا حملتها معها لباريس. ف يعني القضية معناتها معرفة المنظومة كيف كانت تشتغل، احنا الحقيقة مدونا عدة أطراف سواء في الإدارات ولا بعدة معطيات وبعدة ملفات. مثلا توزيع الضائعات الدولية احنا حصلنا على ملفات يعني كيفاش كانت تتوزع منهم سي هذا سي عبد الحميد الرياحي لهذه متاع الشروق اللي معناها واخذ ضيعه فهمتي في جهه زغوان، الكلبوسي 2 24 واخو 24 هكتار، عبد الحميد الرياحي مدير جريده الشروق مكتوب. يعني وكيفاش وقع توزيع الغنيمة الضائعات الدولية؟ نعم
توزع الغنيمة. غنيمة. أي غنيمة. ووصل الأمر حتى الجنرالات يعني فهمتني موجودين وكانوا يلتقيوا باش يسكروا في الضيعات هذه. هذه مثلا تقرير سري 18/4/98 تردد العسكريين على ضيعة أمير لواء متقاعد يوسف بن سليمان بجهة سليمان على الطريق المؤدي إلى قربص قرب ضيعة العميد. حتى هذا العميد هذا متقاعد حمادي بالخيرية والعميد طبيب عز الدين قديش لتناول بعض المشروبات. العميد طبيب محمد بالشيخ مدير الصحة العسكرية يحضر أحيانا بعض الجلسات. هذه تقرير عز الدين قديش هو نفسه أمني. نعم عز الدين قديش صاحب التقرير الطبي نفسه. أي هذاك صاحب التقرير خذا ضيعة يعني هذوما يعني الـ كيف كان يشتغل. وأنا كنت منظومة نعم حدثت كيف أي المنظومة كيف كانت تشتغل. هذه اللي راهو ما يسمى بالضيعات الدولية والملك العمومي الدولي والملك الخاص للدولة الكل توزع. سنأتي على طريقة توزيع لأن الآن مش نحن نربطه. هي توزيع نوع من الغنيمة. السلطة هي عبارة عن غنيمة يعني فهمتني. وربما نرجع أكثر أستاذ عيادي بعد قليل على حتى على إصلاح الزراعة كيفاش وزع بورقيبة ضيعات كبيرة. أيه. الآن سيد سعيد يحكي الضيعات أيه. والفاز ده من أساسها فاز. أنا مش نعمل تاريخ ولكن نذكره به من نذكره. إحنا نحكيه حتى وقت بورقيبة يعني زرق العيون كانت عنده يعني ضيعات قسمها وبيعها أراضي سكن وتعرفوا في وردية يعني ثم حي كامل باسم زرق العيون. خليفة حواس محمد القمودي أخذ ذاك اللي كان الرياضي معناتها الضيعات هذية في الحقيقة كان مفروض أنه بعد الثورة يقع فتح الملف هذية كملف يهم الشعب كيف لأنه ثم إيش عملوا هما حلوا الحبوس يعني الحبوس تحلت في مستوى الولايات والولايات عملوا قاضي وطريقة حل الحبوس ثم التفويت في الأراضي نعم. هذيك تم بي 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 يعني كلها ب لعبة الولاء وكيفاش معناتها للمقرب والناس كانت جاهلة وما تعرفش تقرأ. توا بعد الثورة في 2011 في أوت في باجة حبس الرياحي يعني مشاو حبوا يسترجعوا أراضيهم من بن شيبوب. هذايا بن شيبوب جاب لهم الحرس والقضية قادت تجري حتى للسنة 2024 القضية تجري لأن ما اعتبروه يعني اعتداء على الملك وحالوهم على الجنائي على الدائرة الجنائية وهما أصحاب حق هما أصحاب الأرض يعني ولكن مساكن لأنهم هما فقراء يعني هجروا من ذلك الأرض انتزعت منهم الأرض واستولوا عليها. هذه بن شيبوب وثم واحد يهودي زاد أخذ نصيبه. فالأراضي الحقيقة الأراضي الدولية هي في الأصل أكثرها حبس وكانت المعمرين يعني يستولوا على أملاك أملاك المواطنين. فأصحاب الحق التو ينتظروا شكون ينصفهم التو. طيب أبدأ من حيث اختمت حتى أحيل كلمة لسي رصيص ومعذر على التأخير مش نرجع سي عبد الرف العادي.